من ضمن الأسئلة، عاوز حضرتك تتكلم على مجال الإرشاد السياحي والعمل فيه في الأوقات الحالية، وهل متوفر شغل كويس فيه ولا لأ، أو أي مرتبات المرشدين السياحيين. أنا وجهة نظري في مجال الخاص بالإرشاد السياحي ومرتبط أيضا بمجال السياحة إن هو مجال هوائي شوية. بمعنى إيه هوائي؟ بمعنى إن ممكن زي ما حصل كده الطيارة الروسية تقع، فإيه اللي يحصل؟ اللي يحصل انه السياحة تتضرب الروسية، والسياحة دي كان اكبر عائد بيجي منها، اكبر عدد ممكن كان بيجي لنا هنا في مصر. فهنا دي اللي انت لازم تاخدها في الاعتبار. معرفش المانيا قررت انه معرفش ايه ما يجوش، معرفش ايه الاسعار، لا. فخلي بالك هو مجال طيار شويتين ثلاثة أربعة خمسة، ممكن تحصل أزمة مالية زي كوفيد تقلب الدنيا، السياح ما يجوش. فهي دي طبيعتها كده. ده يستدعي ايه؟ يستدعي انك ممكن تشتغل وتعمل فلوس كويسة، ممكن يومين ثلاثة تقعد في بيتك مفيش، ممكن شهور ما تشتغلش، ممكن شهور ما شاء الله فلوس فوق الوصف ودولارات ويوروهات وفلوس عالية قوي. فدي لازم تاخدها في الاعتبار دايما، تخلي بالك من المعادلتين دول، ان مجال طياري في اي وقت ممكن يحصل هذه المواضيع، وايام كويسة وايام وحشة. المرتبات على حسب المكان اللي بتشتغل فيه، على حسب انت بتشتغل خاص ولا مع نفسك ولا مع شركة، لكن بتاخد مرتب كويس، خاصة لو انت بقى بتشتغل لغتك كويسة وبتشتغل مثلا معك، يعني مثلا لغتك الماني وبتشتغل مع انت عارفين السائح الالماني بيدفع كويس قوي، غير لو سائح مثلا روسي او اوكراني. طول عارفين طبعا ان دول من اقل السياح اللي بيصرفوا، وتعتبر يعني بيسموهم، انا اسف على اللفظ، زبالة اوروبا. فانت بتاخد يعني اقل عدد ممكن من الفلوس في هذه المواضيع، فانت لازم تركز على هذا الموضوع، على حسب الكلاينت، على حسب حاجات كتيره بتفرق هذه الرواتب وعلى هذا الموضوع. ولكن نصيحتي انك لو انت دخلت المجال ده وحبه تمام، ولكن حاول انك تطور اللغه بتاعتك، بحيث انه لا قدر الله لو السياحه وقفت تشتغل كول سنتر في الشهور دي، يعني تمشي نفسك علشان ما تقفش فقط على هذا الموضوع. لو تعرف، لو جات لك فلوس كويسه من مجال السياحه، تعرف تعمل مشروع خاص ان شاء الله، حتى محل بقاله، محل اي حاجه، بحيث ان هو يبقى باك اب ليك، يبقى حاجه ليك تقدر انك ترجع لها في شهور الشده، اما في شهور الرخاء تستكمل هذا الموضوع. وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير باذن الله.